الأوضاع الراهنة ما تسمح لك تطلع للنادي وتتمرن، عشان كذا جبنا لكم 5 ألعاب تحرك جسمك في البيت. أول لعبة معانا هي لعبة Just Dance 2020. هي سلسلة مشهورة من شركة يوبي سوفت العريقة. الجميل فيها أن كل جزء يضم أحدث الأغاني الرائجة بمختلف اللغات حتى العربي، وأيضا أفضل أغاني كلاسيكية، وتقدر تحمل أغاني زيادة بعد. فكرة اللعبة بسيطة، تحرك جسمك على الإيقاع اللي تشوفه قدامك في الشاشة، وراح تاخذ نقاط كل ما تحرك جسمك على شكل وضعية الراقصة اللي تشوفها قدامك، وكل أغنية لها تصميم مختلف والمميز اللي يطلع لك في الشاشة. والجميل أيضا أنها تدعم اللعب الجماعي حتى 6 لاعبين. لعبة Just Dance راح تحرك كل عضلة في جسمك. ثاني لعبة معانا هي لعبة Beat Saber، وهي لعبة إيقاع موسيقى فريد من نوعها. أنت شخص واقف في وسط نفق مظلم وقدامك أجسام مضيئة، وكل جسم عليه سهم أو نقطة، وهذه تمثل الاتجاه اللي لازم تقطع فيه الجسم لو كان فوق أو تحت أو أي اتجاه ثاني. وراح تستخدم سيفين في قطع الأجسام على حسب إيقاع الموسيقى، وراح يكون في عوائق قدامك تحتاج تبعد عنهم بجسمك. واللعبة فيها أغاني كثيرة مختلفة ومتنوعة، وتقدر تحمل أغاني ثانية بعد، وفيها مستويات صعوبة متنوعة، واللعب فيها راح يخليك تحرك كل شيء في جسمك من تقطيع سريع والابتعاد عن العوائق. وطبعا كل ما زادت الصعوبة زادت الحركة. ثالث لعبة معانا هي لعبة Ring Fit Adventures من نتندو. وعكس اللعبتين السابقتين ما هي موسيقى وإيقاع فقط، لكن فيها تمارين رياضية بطريقة ممتعة عن طريق استخدام القطعة الحلاقية اللي تجي مع اللعبة، واسمها Ring Con، وتشبك فيها الجويكنز، وأيضا يجي معها شريط تربطه حول فخذك وتشبك فيه الجويكن الثاني، وتستخدم الرينج في اللعبة عن طريق ضغطها إلى الداخل أو سحبها إلى الخارج، وفي أيضا أوضاع كثيرة مختلفة فيها. اللعبة فيها طور مختلفة ومتنوعة، مثل طور الأدفنتشر اللي راح تخوض في مغامرة في مراحل متنوعة، كل مرحلة لها تمرينات خاصة فيها، وأيضا راح تقاتل الوحوش عن طريق استخدام التمارين، وراح تجيك أيضا كوستات تحاول تنهيها، وفي طور تمرينات للجسم بحيث تختار العضلة اللي ناوي تمرنها في جسمك. اللعبة هذه راح تغنيك عن الذهاب إلى النادي. رابع لعبة معانا هي لعبة Knock Out Kings، وفكرتها لعبة ملاكم على VR مستوحاة من سلسلة Punch Out على أجهزة نينتندو. فكرتها أنك ملاكم مبتدئ وراح تتحدى خصوم كثار ومتنوعين، وكل واحد منهم له طريقة خاصة في القتال ضده واستخدام سجيات عليه، وأيضا يكون بعضهم عندهم أسلحة. الرسوم وتصميم الشخصيات كرتونية وهزلية، راح تحمسك تتعرف عليهم كلهم وتهزمهم واحد ورا الثاني. اللعبة راح تخليك تحرك جسمك وعضلاتك بحيث توجه لكمات وتبعد عن الضربات، وراح تتحرك فيها كثير. خامس لعبة معنا هي لعبة سبورتس بارتي. هي لعبة في مجموعة رياضية مختلفة مثل الجولف وكرة الطائرة وغيرها الكثير، وبعض الألعاب فيها راح تخليك تحرك جسمك كثير، والجميل أنك تقدر تلعبها مع أكثر من شخص وتتحدون بعضكم البعض. هذه كانت 5 ألعاب حركية رياضية جبناها لكم. اكتبوا تحت في التعليقات لو تعرفون ألعاب ثانية ما ذكرناها. كما كفاية الشيحة، يعطيكم العافية ومع السلامة.